السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أسامة بزور من جنين، طالب سنة أولى في تخصص الشبكات وأمن المعلومات. طبعا كنا بنشوف كمية الناس اللي بتعاني من المرض القاتل المتخفي اللي هو إيش؟ اللي هو التدخين. عشان هيك أنا فكرت في مشكلة التدخين، طبعا لعدة أسباب اللي من ضمنها الأضرار اللي بتسببها للمدخن نفسه، الأضرار اللي بتسببها للناس اللي بيكونوا جنب المدخن، الأضرار النفسية، الأضرار المعنوية، الأضرار المادية. ما طبعا كلنا بنتفق إنه التدخين إشي مضر. فإيش فحكيت إنه بدي ألاقي حل لمشكلة التدخين. إحنا صممنا دارة كهربائية وتطبيق بيشتغلوا مع بعض، بيحاولوا يقللوا من نسبة المدخنين أو بيحاولوا يقللوا من نسبة التدخين عند المدخن. فإحنا حكينا إيش؟ بنعمل دارة كهربائية تتكون من قطعتين. القطعة الأولى طبعاً القطعتين بيكونوا صغار، قطعتين فلزيات موصلات التيار الكهربائي. القطعة الأولى بتركب هون تحت الخط هذا، تحت الخط اللي هو لما نعمله هيك تحت الخط هاد بالضبط تحته، وقطعة فوقه بالضبط، يعني بكون بين القطعة الأولى والقطعة الثانية أقل من ميلي. بمجرد ما يفتح المدخن باكيت الدخان هيك، إيش بصير؟ توصل القطعة الفلزية الأولى مع الفلزية الثانية وبتتوصل الدارة الكهربائية. فاللي حيصير كالتالي، اللي حيصير إنه إيش؟ إنه المدخن مسموح له يفتح باكيت الدخان كل ساعة واحدة، مرة واحدة، أي ولمدة 5 ثواني. ليش لمرة واحدة؟ عشان إنه يصير يدخن سيجارة واحدة كل ساعة. وليش لخمس ثواني؟ عشان إنه إيش؟ عشان ما يطول أكثر من سيجارة واحدة خلال هاي الساعة ويدخنها بدون علم الدارة وبدون علم الأبليكيشن. لما المدخن يفتح باكيته للمرة الأولى في الساعة، ما الدارة بتتوصل تمام، بس ما بتبعث نوتيفيكيشن للأبليكيشن والأبليكيشن ما بيعمل إشي. أما إذا لما يفتحها للمرة الثانية، إيش حيصير؟ حتوصل الدارة الكهربائية وحيصير إيش؟ وحيبعث نوتيفيكيشن للأبليكيشن. الأبليكيشن شو حيعمل؟ الأبليكيشن طبعا الأبليكيشن بدك تعطيه صلاحيات للدخول للتحكم في السوشيال ميديا أبليكيشنز، للكاميرا، تقريبا معظم الأبليكيشنز اللي على جوالك. فهو حيعمل إيش؟ إذا أنت فتحته مرتين حيسكر الابليكيشنز اللي على جوالك لمدة ساعة، ما عدا المسج العاديات والفون كول، يعني بصير جوالك بس للاتصال وانك تبعت مسجات عاديات. فحيسكر السوشيال ميديا ابليكيشنز، اليوتيوب، كل هذه الاشياء. وكنوع من البانيشمنت، الساعة اللي بعديها، الساعة اللي بعد ما فتحت باكيتك مرتين أو أكثر من مرة، ما حتقدر تفتح باكيتك، أو أنت actually حتقدر تفتحه، بس لما تفتحه أول مرة بيصير زي كأنك فتحته المرة الثانية في المحاولة الأولى. يعني إذا أنت فتحته للمرة الأولى حيبعث notification، تمام؟ ما حيبعث notification. إذا فتحته للمرة الثانية إيش حيصير؟ يبعث notification للأبليكيشن يعمل الأشياء اللي حكينا عنه، يوقف الأشياء الثانية. وإيش كمان؟ والساعة اللي بعديها ممنوع تفتحه، يعني عندك تستنى كمان ساعتين. وهاي هي بتكون فكرتي لحل مشكلة التدخين، مش حل جذري إنما تخفيف منها. وإن شاء الله بكون عند حسن ظنكم وبنكمل إن شاء الله. السلام عليكم.